Try
رحلة كان فيها الحلو والمر والسهل والصعب، عشنا فيها أياما أقل ما يقال فيها حياة، للنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يرعونه حتى يثمر خيرا على الجميع، ولمدرستنا مجلس إدارة يقودها إلى العلا ويرتقي بها إلى التفوق، فلهم منا كل الثناء والتقدير على جهودهم التي نحصد ثمارها اليوم. والآن مع كلمة مجلس إدارة مدرسة دبي الوطنية، يلقيها على حضراتكم الأستاذ أسامة عجول المدير العام لمدارس دبي الوطنية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سعادة الأستاذ مروان أحمد الغرير رئيس مجلس إدارة مدرسة دبي الوطنية المحترم، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء في كل عام.